صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من صباح الشرقية، واللي تجمعنا معاكم دائما عبر شاشة الجميع الشرقية من كلباء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اليوم، وبالتأكيد اليوم عدنا لكم الكثير من الفقرات، العناوين والضيوف الأكارم اللي يشرفونا ونتعرف معهم على كل ما هو جديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وننتقل معكم لنبدأ بالعناوين. جولة سريعة في سوق السمك بمدينة خورفكان. اضطرابات الغدة النخامية أسبابها وطرق علاجها. وأخيرا المحافظة على العين من خلال النظارات. إذن مشاهدينا هذه هي العناوين لهذا الصباح، نتمنى أن نوفق بطرح هذا المضمون، وننتقل معكم الآن لنتعرف على أخبارنا من صحفنا المحلية، ونبدأها بخبرنا الأول من صحيفة الاتحاد. سلطان القاسمي يلتقي رئيس جامعة الشارقة ومسؤوليها ويتفقد عددا من مشروعاتها. وفي تفاصيل هذا الخبر، التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة وعددا من مسؤولي الجامعة، وتبادل سموه في اللقاء الأحاديث عن عدد من الموضوعات العلمية والأكاديمية والتي تسهم في استمرار تقدم الجامعة في جميع المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية. وكذلك تناول اللقاء خطط الجامعة المستقبلية المتعلقة بالتوسع في البرامج الأكاديمية وكذلك المرافق العامة وتعزيز الشراكات العلمية مع مختلف المؤسسات العلمية العريقة. وعقب اللقاء تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة مشروع الممرات المكيفة الجديدة، والذي يربط بين جميع مباني الجامعة من كليات ومختبرات والمكتبة وردهة المطاعم وغيرها. وتوفر أيضا الممرات للطلبة فرصة للتنقل بين مرافق الجامعة بكل يسر في بيئة مكيفة وأيضا مظللة وتقي من أشعة الشمس وحرارتها، وتنعكس بالصورة الإيجابية على استعدادات الطلبة للدراسة والاجتهاد في إنجاز أعمالهم. وصممت الممرات بما يتناسب مع البيئة المعمارية الجميلة التي تتميز بها جامعة الشارقة وبالمساحات الواسعة، وكذلك حواجز زجاجية تمكن الطلبة من مشاهدة جميع مرافق الجامعة ومساحاتها الخضراء. أما لخبرنا التالي مشاهدينا الكرام من صحيفة الخليج، وفي هذا الخبر جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تستحدث 4 جوائز في دورتها 9 ضمن فئات التقديم المباشر. وفي تفاصيل الخبر، وجهت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة دعوة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دولة الإمارات والمنطقة العربية للمشاركة في فئة أفضل المنظومات في الاتصال الحكومي، والتي استحدثتها في دورتها 9 لعام 2022، وهذا ضمن فئات التقديم المباشر، وهذا لمواكبة متطلبات العصر وتطوراتها وتكريم جهود المؤسسات المحلية والإقليمية، وكذلك دعم إنجازاتها وإبداعاتها التي تسهم في ترسيخ التواصل مع الجمهور المستهدف. وتتضمن الفئة الجديدة 4 جوائز يستمر استقبال الملفات للمشاركة فيها حتى 11 من يوليو المقبل، وترصد الفئة في معاييرها العامة وكذلك التأثير على أحدث الممارسات أو الأنشطة الاتصالية للمؤسسات المشاركة ومدى وضوح الخطط والأهداف والمنهجيات الخاصة بمبادراتها المرشحة لتلك الجائزة، بحيث تعتمد على أدوات قياس النتائج ويكون لديها رؤية مستقبلية تنتهج توظيفات التكنولوجيا في تطوير المبادرة. وإلى خبرنا الأخير مشاهدينا الكرام من نفس الصحيفة، صحيفة الخليج، الشارقة وكلباء بطلا لكأس التايكواندو للرجال والسيدات. وفي تفاصيل هذا الخبر، توج الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة نادي الشارقة للألعاب الفردية بطلا لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للتايكواندو لفئة الرجال، بعدما حل أولا على حساب فريق اتحاد كلباء الذي جاء ثانيا، وفريق شرطة دبي الثالث،
وكذلك توج نادي اتحاد كلباء بكأس رئيس الدولة لفئة السيدات متفوقا على الشارقة للألعاب الفردية والذي حل وصيفا، وجاء الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الثالث، وتوج اتحاد كلباء بطلا لفئة الشباب وحل الشارقة للألعاب الفردية وصيفا، والفجيرة للفنون القتالية ثالثا، وتوج الشارقة للألعاب الفردية بكأس فئة الإنزات، وحل كذلك كلباء ثانيا والفجيرة للفنون القتالية ثالثا. إذن على ما أعتقد كانت في هذه البطولات منافسة شرسة ما بين هذه الأندية، وكان هناك تحد واضح بكل روح رياضية ما بين الأندية، ونبارك لكل من حصل على هذا التتويج، وإن شاء الله سيكون الحظ حليف لكل الأندية التي ستشارك في العام المقبل بإذن الله بنفس هذه المسابقة وفي هذا الكأس لرئيس الدولة حفظه الله. أما الآن مشاهدينا الكرام ننتقل معكم لنتعرف على درجات الحرارة وأيضا أخبار الطقس في هذا الصباح ولهذا اليوم، لنتعرف عليها من خلال ما يعرض الآن. إذن مشاهدينا الكرام بالتأكيد كانت هذه التوقعات لحالة الطقس ودرجات الحرارة لهذا الصباح، ونبدأ معكم الآن جولتنا الصباحية ما بين فقرات وتقارير وأيضا لمكالمات هاتفية نتعرف معكم فيها على كل ما هو جديد يضاف إلى رصيد معلوماتنا وثقافتنا العامة. أما الآن نستقبل عبر الهاتف طبعا مدرب إسعافات الأولية أستاذ هشام جميل أبو علول، لنتعرف معه على أهمية الإسعافات الأولية وكيف يمكن للإنسان أن يمتلك الأساسيات للتصرف في حالة يتطلب الأمر إلى ذلك. نرحب فيك ونصبحك بالخير. صباح النور أخوي عمر وبالفريق الإعداد وبالجميع المشاهدين. يا مرحب السا. إذن في هذا الصباح أستاذ هشام نتحدث عن الإسعافات الأولية. أولا البعض لربما يستهين في أن يمتلك الأساسيات للإسعافات الأولية، فنتحدث عن أهميتها أولا. تمام أخوي عمر، أول شيء بالنسبة للإسعافات الأولية هذا موضوع جدا جدا مهم لكل أفراد المجتمع، مو بس للكادر الطبي أو التمريض أو الأطباء أو العاملين في المستشفيات، ولكن إذا قلنا إحنا إسعافات أولية يعني إنقاذ روح إنسان أو إنقاذ شخص عزيز علينا موجود في البيت أو أنه مثلا من أصدقائنا. عشان كذا أظني يعني كلنا الحين لازم نجزم إنه موضوع الإسعاف الأولي موضوع مهم جدا جدا في أي مكان، سواء كنا في البيت سواء في المول سواء طلعنا طلعة شباب ولا هاي الأمور. عشان كذا أقل شيء يعني على فرد المجتمع مفروض أن يعرف شو هي الأساسيات، لأنه في أساسيات لهذا الموضوع مهمة جدا. أنا ما أقدر أسوي شيء قبل شيء بالنسبة للإسعافات الأولية، لأنه هذا الشيء إذا أنا بحاول أنقذ هذا المصاب يمكن أنا أضره مو بأنقذه. عشان كذا هاي الأساسيات شيء مهم جدا عشان انا ابدا او اكون اعرف كيف اسوي الاسعاف الاولي. ممتاز. اذا لربما امتلاك الشخص او الفرد لاساسيات الاسعاف الاولي لربما من بعد مشيئه رب العالمين ان ينقذ روحا في لحظه لا يوجد فيها مستشفيات او عيادات قريبه من مكان الحادث. فامر جدا مهم. فنتحدث عن الاشخاص التي لربما تتوافر فيهم الصفات لاسعاف الاشخاص بشكل اولي. هل هناك مواصفات معينة للأفراد؟ صح
صحيح صحيح. الحين اكيد مو كل افراد المجتمع نفس بعض، اللي هو تحصل يمكن في ناس حابين يتدربوا هاي التدريبات ولا مستمتعين فيها التدريبات، في ناس ما يعني يشوفوا الموضوع انه هو موضوع بسيط تمام، ولكن في حزه الموضوع اذا لا سمح الله صارت صار الشيء الامرجنسي في البيت ولا هذا، بيقول الشخص هذا يا ريتني انا دخلت دوره ولا يا ريتني انا يعني اعرف شيء من هاي الاساسيات. إذا بنتكلم عن السكيلز ولا المميزات ولا الأشياء الموجودة في هذا الشخص عشان يتعلمها ولا كيف يعرفها، أول شيء مفروض يكون سريع البديهة والتصرف على هذا الشيء. رقم اثنين لازم يكون يعني مخه متفتح عشان يعرف شو يحفظ من هاي الأمور، لأنه الإسعافات الأولية نفس ما أنا ذكرت أو المقابلة أنه ما أقدر أسوي شيء قبل شيء، لأنه هاي حياة مصاب، هاي حياة إنسان بلاسة. يعني لازم يكون عندي اللي يسموه السلف كونفيدنس اللي هو ثقة في النفس، لازم يكون عندي جرأة. ليش؟ لأنه احنا مثلا يوم ندرب احنا الإسعافات الأولية لعمومة الناس، ولا مثلا ندرب الإسعافات الأولية للأطباء ولا للتمريض ولا في الشركات وهاي الأمور والمصانع، أهم شيء أقلهم في الإسعافات الأولية أنا يوم أسوي الإسعاف الأولي قدام الناس كلهم إذا أنا أوريدي متدرب أو مدرب وعندي الشهادات لازم أبين لكل الناس أنه أنا فاهم. ليش؟ لأنه أنا يوم أقوم في الإسعاف الأولي هذا يمكن ييني واحد من الناس المحاوطين للضحية ولا للإنسان اللي هو تعبان يقول لي لا سوي فيها الطريقة، لا سوي فيها الطريقة. إذا أنا أراوي هذيل الناس المتجمعين المتجمهرين أنه أنا عندي سكيل وعندي مميزات أقدر أنقذ هذا المصاب، كل الناس بيعرفوا صحيح هذا الإنسان أو هذا المسعف الردير إن شاء الله راح ينقذ حياة المصاب. مثلا ممتاز. يوم إحنا نروح على الإنعاش القلب الرئوي، يوم نضغط على الصدر 30 ضغطة عشان ننقذ حياة هذا الإنسان، أنا على طول أقول للمتدربين أنه لازم نعد 30 بصوت عالي، يعني نقول 1 2 3. ليش؟ لأنه الناس اللي حوالي لازم يعرفوا أنا أنه عندي سكيلز وفاهم هاي الأمور. ممتاز. طيب أستاذ هشام، عندما نتحدث أيضا عن الإسعافات الأولية، أمانة أنا تعلمت منك الكثير من طرق الإسعافات الأولية في برنامج الصحة اللي كنت في رفقتك، وكانت من أهمها إذا كان هناك شخص يعاني من حالة إغماء أو مصاب بأمر معين، لازم يكون على طرف اليمين، نرفع رأسه لتكون قصبة الهواء أو مجرى الهواء مفتوح وكي ما يصاب باختناق. يعني ما أدري حافظ الدرس أنا تمام ولا؟ ما شاء الله عليك، من سنوات عطينا الحلقات هذه وما شاء الله عليك يعني بعدها بذاكرتك يعني. طبعا وانت ما قصرت أمانة أستاذ في هذا الأمر، الله يحفظك يا رب. وهذا احنا اللي نباه من عامة الناس ومن من الجميع، حتى من الأهالي اللي في البيت، انه يعني يقدروا يشوفوا فيديوهات ويقدروا يروحوا على معاهد معترفة. صحيح. تمام، بشهادات دولية وياخذوا هذه التريننج، لانه هي مهمة جدا في حزتها. لا سمح الله اذا انا عندي طفل عمره سنة ولا سنتين وبلع شيء، كيف أنقذه قبل طبعًا ما توصل لإسعاف هذا طفلي؟ طبعًا. وردي إذا اختنق لا سمح الله ما عندي وقت أتري الإسعاف، يعني عندي مثلاً 4 دقائق لا سمح الله ويوصل التلف للدماغ. ليش أوصل لهاي الحالة؟ أقدر أسوي بحركة بسيطة جداً أكون أنا تعلمتها أنقذ حياة المصاب أو أنقذ حياة طفلي. طبعًا طبعًا. وهناك أمور يعني غير ظاهرة في بعض الإصابات أستاذ هشام، عندما نتحدث عن إصابات ليس فقط هناك إصابات ظاهرة، وإنما قد يكون لا سمح الله نزيف داخلي، كيف نتعامل معه، ابتلع شيء معين، كان هناك أمر في داخل جسد الإنسان، أيضا هناك طرق للتعامل مع هذا المصاب بشكل مبدئي إلى أن نصل به إلى المستشفى. صحيح. ممتاز. الحين إذا نحن بنتكلم عن هذا الموضوع برد بعيد كلامي، لازم الشخص يكون عنده مهارات نفس ما ذكرت أخي عمر، هذا واحد. رقم اثنين لازم يدخل دورات، ما اقدر انا اخذ الموضوع مثلا بس اللهم من الفيديو ولا اخذه من مثلا من الراديو ولا لا، لازم الموضوع من ارض الواقع، لازم تطبق. ايه لازم تطبق، لانه هاي الدورات اوريدي هي عباره عن سكيلز تطبيق من اول طبع. الدوره لين اخر الدوره. ممتاز. طيب استاذ هشام، اهم النصائح التي لربما تجعل من الاشخاص ان يعرفوا اهميه حصولهم على دورات تدريبية وأساسيات في الإسعافات الأولية. تمام. الحين يعني سبحان الله سبحان الله الوظائف توجهت الحين على موضوع أنه مفروض الشخص يكون عنده في كل مؤسسة من مؤسساته، خاصة مؤسسة إعلامية ولا كان مصنع ولا كانت مؤسسة تربوية ولا وين ما
في أي مؤسسة مثلا للعمل لازم يكون الشخص مدرب أو فعلا. عنده شهادات تدريب أو شهادات أنه هو تدرب سواء شهادات خبرة. إسعافات أولية، هي شهادات خبرة إسعافات أولية أو إنعاش قلبي رئوي أو الأدفانس اللي هو بيسك لايف سبورت، هاي شهادات نقدر نحن ناخذها في يوم واحد خلال 4-5 ساعات وتكون هي معتمدة من كل جهات رسمية من الدولة، من وزارة الصحة، من هيئة صحة دبي وهيئة صحة أبو ظبي وردي من الأمريكان هارد أسوسيشن جمعية القلب الأمريكية. إذا أنا كشخص من الناس وعندي هاي الشهادات وقدمت بعد أنا على وظيفة وردي حطيتها بعد بالسيرة الذاتية، هذا شيء يدعمني ويخلي صاحب العمل يوثق فيني أكثر وأكثر، لأنه أنا عندي شخص مؤهل يقدر ينقذ حياة مصاب طبعاً. مصاب زميله أو المصاب مثلا لا سمح الله في البيت، هذا واحد. رقم اثنين، كل احنا نعرف في الوظائف الحين كل ما واحد أخذ شهادات خبرة في مختلف الاختصاصات، مثلا إذا أنا خذيت شهادة خبرة مثلا في الإسعافات ولا خذيت شهادة خبرة في التدريب كيف أدرب طبعاً. ولا مدرب معتمد، هاي الأمور بعد بترفعني في وظيفتي، هذا شيء هذا شيء بالوظيفة. ولكن كيف يعني لا سمح الله يصير مشكلة في البيت ولا يكون في 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 حادث في البيت كيف أعالجه طبعا. هنا يكمن موضوع أنه أهمية الإسعاف الأولي وإن شاء الله ما يستوي أي شيء لأحد من أقربائنا ولا أحد من أصدقائنا، ولكن نحن ما بنعرف أهمية الإسعاف الأولي إلا يوم يصير الموضوع وإن طبعا. شاء الله ما بيصير إن شاء الله. يعني أعتقد ممكن بعد تعلمك لأهمية وأساسيات الإسعافات الأولية لربما يكون رب العالمين أوجدك لإنقاذ مريض أو مصاب، فهذا أمر جدا مهم، يجب أن نمتلك هذه الأساسيات إذا تطلب الأمر أو أجبرتنا بعض الظروف إلى ذلك. صحيح صحيح أخوي عمر. جميل، إذا الأستاذ هشام جميل أبو علول مدرب الإسعافات الأولية، شكرا لقبولك دعوتنا عبر الهاتف لتمتعنا وتفيدنا بمعلوماتك عن الإسعافات الأولية، أهميتها وطرقها وكيفية الحصول على هذه الطرق لإسعاف أي مصاب بطريقة أولية. شكرا لكم، ما قصرت. أشكرك أخوي عمر وأشكر الفريق كامل ومشكورين على جهودكم. شكرا لك. الله يحفظك.